اليوم ميساج من ولد الشعب، كلام من القلب، بغينا يوصل لكاع المغاربة. ايه ما تكعاش. كيفاش ما نكعاش وحنا عايشين في بلاد الحقرة والشفرة والظلم، والشاب من نهار تزاد هو عايش في الغم؟ كيفاش ما نكعاش واللي ما قاريش خدام ومول الشواهد ينشد الدبان، والمسؤول سرق كلشي حتى من الحلوى ديال البرلمان؟ وما تكعاش اصاحبي ما تكعاش. كيفاش ما نكعاش والجود نجروا على الاستعمار وخليتوهم في الجبال، والطبيب ما كاينش والمريض صبرو طال؟ كيفاش ما نكعاش والدري باقي صغير وحلمو يخوي البلاد، والدولة تقمع اللي كيفضح الفساد؟ وخليد ما تكعاش. كيفاش ما نكعاش والحكومة من نهار جات وهي عارفة غير الزيادة، والمسؤولين ديالنا عارفين غير الهضرة بلا إفادة؟ كيفاش ما نكعاش والأحرار بزاف منهم في الحباس، والبناي على جوج دريا صحته غدا وتساس؟ وما تكعاش أصاحبي ما تكعاش. كيفاش ما نكعاش والمواطن شهريته كاملة ما تكفيش، والأستاذ قدام البرلمان يغوت ما تضربونيش؟ كيفاش ما نكعاش وقنواتنا عامرينهم غير الهنود وتواركة، ونص الشعب عايش وسط البراكة؟ واخا هكاك أصاحبي ما تكعاش. كيفاش ما نكعاش وليجون في الدرب راهم يدورو، وطفل صغير في الزنقة شاد قارو؟ كيفاش ما نكعاش والفنان الأجنبي ياخد الملاير، وناس إيميل شيل ناعسين فوق الحصاير؟ علاش؟ علاش؟ وعلاش؟ علاش المغربي عايش في بلادو كيليتيم؟ وعلاش ولد فلان ما شادوش السيستيم؟ علاش المسؤول دخل في الشعب بسميت الدين؟ وعلاش هما يشفروا ويصحابونا ما فاهمين؟ كثير ما يتقال. إلا كنتي ولد الشعب بحالي، دعمني بجيم وكومنتير وما تنساش أبوني.